الآخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف دوار؟ أهلا بلالة حفيظة. الله يبارك فيك. أش أخبارك لالة؟ الحمد لله. صحة لاباس؟ كلشي بخير أسا. الله يبارك فيك. مرحبا بلالة، تفضلي. الله يبارك فيك. تفضلي. اليوم نعطيكم شوسون بالسبانخ وسدربيبي. لا لا لا، لي شوسون بالسبانخ وسدربيبي بحال لا شفتهم أنا هذا. يلا حفيظة الله يقويلها. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. يعني كل وحدة فينا كتميز بحاجة، كاين اللي كتحط الوصفة وكتواصل معنا بالشركة. لالة فاطمة الزهراء كتشاركنا بوصفات وفاش كتتصل بينا كتعطينا وصفات أخرى. الاخت ناجيه تاعي تبارك الله. هي ناجيه لا يخطيها، يعني الحاجه اللي قالت لنا غتحطها راه كتحطها كتوجدها وكتقادها. أيه تبارك الله عليكم، الله يحفظكم كاملات والله يخليكم لينا. تفضلي. العجينه اللي فيها 5 كيلو ديال الطحين. 5 كيلو ديال الطحين. 2 معالق ديال الزبده. 2 معالق ديال الزبده. معلقه ديال الحليب غبره. نعم. مليحه. شويه الخميره ديال الخبز غير طريقه صغيره. نعم، شويه ديال الخميره ديال الخبز. معلقه ديال سنيده. والمدى في باش كنجمعوا العجين. نعم. هاد العجينه كنستعملوا انا جميع انواع المملحات. نعم. كيجي رائع. الحشوه فيها بصيله مشحره. يعني صلح لينا ماشي غير في لي شوسون، بزاف ديال الوصفات. نعم. البيتزات الصغار. مثلا. نعم. كرواسه مالحه، كل شيء. نعم. الحشوه اللي كديري فيها بصله مشحره. نعم. نعم. وصدر ديال البيبي. والسبانخ مقطعه. وشويه ديال الزعتر. وشويه المليحه والبزار. والفرماج محكوك. شويه ديال الملحه والبزار والفرماج محكوك. الفرماج احمر. الاحمر. نعم. ممكن ديري طاك ديال الساندويتشات. نعم. هو ممكن تقطعي طريفات في الاخير وتحطيه فوق الحشوه. نعم. هذه الطريقه. نعم. اللي كنعجن العجينه ديالنا كنقسموها على 2 كويرات ونخلوها ترتاح. نعم. وملي نوجدوا الحشوه كنخلوها تبرد ياك. وغادي ناخذ واحد الكره غنسرحوها مزياده ولا رقيقه. نعم. وغناخذوا شويه من ديك الحشوه اللي وجدنا. فيها البصله مشحره وصدر بيبي والسبانخ. نعم. والزعتر والعطريه والفرماج محكوك. كنحطوا جهه معلقه كبيره هكاك، فهمتي؟ نعم. كنحطوا شويه 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 في ديك الدائره اللي سرحنا. نعم. غناخذوا الدائره اخرى غنسرحوها في بلاصه اخرى. فهمتي؟ نعم. وغنحطوها فوق ديك الحشوه. نعم. وغنبداو نقطعوا بالكاس. بالكاس. فهمتي اختي فدوى؟ نعم. لا لا، كنقطعوا بالكاس وكنحطوا في لاطه مدهونه. ملي كنحطوا كنخليهم حتى كيخمروا شويه، كيبانوا لينا انهم طلقوا شويه. نعم. وندهنهم بالصفر ديال البيض. وندخلوهم الفران. نعم. وبالصحه والراحه. بالصحه والراحه. كيفاش كيجيو؟ شكرا لك لاله، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. صباحكم مبروك اختي فدوى. شكرا لك لاله.